بقوله محمد رسول الله وقوله لكن محمد قد أحد من رجالكم ونبي رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هذه الشهادة تقتضي تطبيق أخباره وطاعة أمره واجتناب نواهيه وألا لحد الله وسلم إقامة الصلاة الخمس في اليوم والليلة وإيتاء الزكاة فيدفعها جزءا يسيرا من ماله مواساة لإخوانه الفقراء وإسهاما إلى نفع الأمة قال الله تعالى وأحييهم ما شاء الله.